ودي أسامر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار ودي اسامر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار واكتب قصيدي لاجل عيناك وانقى من الذنات يا حلو الشعر في شف, في شف شف طروار لأنك عزيز من هل متميز متميزا عن وصفك عجيب ولا, ولا بعد صار, لا صار كل هالقصايد دوم, دوم, دوم تعناك, تعناك كلك كل الغلاظه وشوفك اسرار, أسرار انت الذي كل تمناك شوفك, شوفك حياه وبعدك اختار مقدر على بعدك, بعدك وفرقاك لا لا, فارقار. لا تحاول تشعل النار عارف وتدري تعنا. وين سكنك أنت, انت عمود القلب والدار, والدار. شوف كسرار أنت الذي كلن تمنّاك شوفك حياه وبعدك أخطار مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير نرحب بكم اجمل ترحيب ونحن نلتقي من خلال تلفزيون الشارقه وبرنامجكم الاسبوعي سمار حيث نستضيف العديد من مبدعي الشعر الشعبي والنبطي في ارجاء الوطن العربي العزيز. تسريني الذكرى وانا في رجاء بعدين على وين يا ذكرى قديمه تسريني دروبك ظلام وضيقتي ضيقة المسكين ما عاد فيني حيل وانتي تمريني ادور وسع بالي ابى يومي زين ولكن على هوة دروبك تجريني اعرف اتجاهي زين من قبل ما انت تجين ولا ادري بنفسي صوب وجهك تفريني على كثر ما تجاهلت القى الجروح تبين وفي كل ليل الجرح يكبر ويهريني وانا ماني ولا ولاني من الغاوين ولا كل ضيقة بال جتني تعريني محيتك قبل عامين لكن بعد عامين كتبتي ردا حظي ومن قبل تقريني تبريت منك يوم كنتي قوية عين وعقب ما قوت عيني رجعتي تبريني معك كنت وافي في العشر ليه ما توفين وقت الرخا يا ذكرياتي تضريني تجاهلت وتناسيت يا طعنة السكين وكلي رجاء تنسي ولا يوم تطريني كتبتك نهاية حلم يا ذكريات سنين وإذا الحلم وردي بس لا لا تغريني أنا رحلت بدرب سلام مع السالين ولا أبيك بيوم عابر تزوريني في هذه الحلقة يشرفني ضيف متجدد مبدع متميز في عطاءه باسمكم جميعا أرحب في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم سمار وضيف هذه الحلقة الشاعر عوض العنقزي السلام عليكم مساك الله بالخير شاعرنا مساك الله بالنور الطيب الله يسلمك طيب مشكور على المقدمة الجميلة والله يجزاه خير الله يسلمك طال طيب عمرك نعرف أنت من بيئة شاعرية وأفراد عائلتكم ما شاء الله أعمام وخوال وكل المحيط بك شعراء مبدعين، فخبرني عن هذه النشأة الجميلة أخوي عوض. والله صحيح أبو محمد نفس ما تفضلت عندي الوالد الله يحفظه طول عمره. شاعر، عماني شعار، خوالي بعد. نعم. فهذه البيئة والعائلة الشعرية اللي نقدر نقول عنها. نعم. فهي اللي خلتني أحب الشعر. نعم. خصوصا ال... عندما نكون جالسين مع بعض. نعم. سوالفنا كلها عن نعم شعر، سوالفهم كلهم مع الشعر. فهذا شيء دافع كبير دافع كبير وانك نعم تكتب في الشعر. صحيح، هذه البيئة البدوية كان لها تأثير في مسير شعريتك؟ نعم فالبيئة البدوية يعني لها دور كبير في تنمية الشاعر أو في كتابات الشاعر نعم نفس ما تعرف أبو محمد قديما نعم. أيام العصر الجاهلي أكيد أو كانوا ياخذون أولادهم على البيئة البدوية يربونهم يربونهم صحيح على الفصاحة صحيح والبلاغة في هذه البيئة صحيح فهذه البيئة بيئة خصبة نعم بالمفردات وبالجزالة وبالفصاحة صحيح فهذه اللي تتميز فيها البيئة البدوية هذه كانت نفس نقول دافع بعد نفس الشيء أنك تكتب في الشيء. نعم نعم, نعم. زين محاولاتك الشعرية تقريبا بدأت من مرحلة الاعدادية هذه المحاولات الاولى نقدر نقول عنها، ومن ثم في الثانوية بدأ عوض يشق الطريق. الانطلاقة الفعلية اللي اعتبرها اني اجدت الوزن والقافية نعم هي من بعد المرحلة الثانوية. بعد الثانوية. بعد الثانوية. شو حسيت في عمرك؟ فرق كثير؟ آه نعم فرق يعني حتى في عند كتابة القصيدة نعم آه ما كنت اواجه الصعوبة اللي اواجهها نفس ما كنت في البدايات. نعم. فبدأت أحس أني متمرس أني أكتب القصيدة تعودت يعني نعم. الفكرة تكون موجودة نعم. المفردة بعد نفس الشيء صحيح تكون موجودة فتقدر تصيغ القصيدة بأسلوب سهل أكثر عن قبل ما شاء الله عليك أنت دائما تقول أن تدين بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى أخوي وربيع وياك فيصل المنصوري اللي فعلا كان له دور في في مسيرتك الشعريه، خبرني عن هذه العلاقه وهذا الود وهذا ما شاء الله الاهتمام من الاخ فيصل المنصوري بك انت شخصيا. والله فيصل المنصوري من اعز الاصدقاء بالنسبه لي. نعم. نعم كان يعني هو الناقد نعم. اللي اعتبره كان الناقد للشاعر عوض ما شاء الله فكنت اما يوم اكتب قصيد او اقول قصيد فاسمع القصيده هذه اقول شو رايك فيها نعم وطبعا هو ما شاء الله على انسان متذوق للشعر فكان يقول عوض لا عندك انت افضل من هذا تقدر تكتب احسن من هذا فهو كان يعطيني المعنويه وانه يشجعني اني اطلع كل اقدر اطلع كل ما نعم. املك من ابداع. صحيح. ايضا عندك الشاعر ربيع المنصوري. الشاعر ربيع المنصوري شاعر الوطن. <applause> اشهر من نار على علم. نعم. نعم. شاعر ربيع المنصوري نفس الشيء كان داعم في البدايات في بدايات الشعريه. نعم. كان هو الداعم الاساسي. وايضا الشاعر ابو ناهر المنصوري. ما شاء الله نفس الشيء كان هو ويا شاعر ربيع المنصوري فهذا الشعراء كان لهم فضل كبير علي خلوك توقف خلو على قاعده ادبيه نعم. مميزه صحيح. صحيح ما شاء الله عليك استمروا فتره وياك وما زالوا مستمرين لحد لا الوقت لا زالوا يعني. الى يومك هذا احنا مستمرين. يعني من بدايه طفولتك وشبابك كنت ولله الحمد مع, مع هذه الكوكبه المبدعه من هؤلاء المبدعين والله الا يومك هذا يا ابو محمد وانا قاعد استشيرهم في ما شاء الله. القصايد وهم يعطوني الملاحظات يوجهوني نعم. وهذا يعني. ما خاب من الاستشاره نعم الواحد دائما بحاجه انه يسال يناقش والاستشاره توصلك الى مواصيل جميله جدا عوض صحيح ابو محمد بالرغم حتى لو انت شاعر متمكن صحيح وانت واثق من نفسك صحيح فالاستشاره هذه لا بد منها لا بد منها صح أنا. فعلا لان انت تستشير الشاعر ممكن يكون عنده فكره نعم انت قفلت عنها صحيح وهو قاعد ينبهك عنها صحيح فمستحيل يكون الشاعر كامل نعم لازم يكون في اكيد الكامل الله سبحانه نعم وتعالى فعلا شو يقول شاعرنا عوض على رب ربدان مرهب سرج خيله جحاف القوم ما تعرف الفشيله الله اكبر وخلد ذكرها بين القبائل سلاله خيل من نسل الكحيله حيله توارث صيتها ولد الفلاحي سلام. وصارت من فعلها تنتمي له خيول زايده لو كسبها مهر معروف تسندها غزيله زيلة. لهم تاريخ متاصل وواضح ابن نهيان لمزبن دخيله سلام وفي قصر الحصن ميلاد زايد اسم يحول الفخامه والفضيله عريب المجد محمود الشمايل يكيل العز من كفه بكيلة, بكيله على قرانه تفرد بالمراجل وفعل الخير في يده فتيله ندى كفه زونة الماطر ومزنة خير ما تقدر تشيله الله صون القاف تفخر عن ذكره صحيح جريد النخل شكرا ينحني له الله كبر وكبر طموحاته بلاده وامارات التصالح له وسيله سعى ليله وصبحه ما توانى يلم الشمل والفكره نبيله بيله وبسمعه المكارم تحت شجره قرس وحده رجال اتعدل ميله قبائل ياس معه في القواسم دماهم للوطن رد الجميلة نسب واحد وفيهم دم واحد وزايد وثق انساب القبيلة بنى دوله على قفر الصحاري عارف. وسوى كل فكرة مستحيلة حضارة واعدة لكن تعلت على كل الحضارات الجميلة رحل زايد وباقي طيب ذكره منأره للفخر صبحه وليلة وفي أيدي أمينة حطمانة خليفة جعل عوامه طويلة حكيمة حكيم الراي ذو عقل محنك ومداته على شعبه جزيلة وابو خالد سنده لياته عزوة يطول الجدي ويطوع سهيله وفي كل يوم تلقى له معاثر صعب انها توفيها حصيله ولا زالت روايات التفاخر تسطر من ذهب من نهر نيله الله يا سلام يا الله سلام يسألهم. على هذه الابيات الجزله تقول انك من عام 2000 الى 2005 شهدت ركود في الساحه الشعريه ممكن توضح لي يا عوض والله يا ابو محمد انت عارف في هذه الفتره يعني قل عزوف الشعراء الكبار نعم عن الساحه فكان شعراء معدودين اللي موجودين في الساحه بحكم ان في خلال هذه الفترة ظهرت نفس ما تقول الشعر الغنائي فكان اغلب الشعراء متوجهه للفنانين بشكل يعني بكثرة بكثرة صحيح فطغت على الساحة الشعرية نعم اللي هو شعر الغنائي نعم خلال هذه الفترة الشعراء اللي كانوا معدودين يعني بالأصابع بس صحيح صحيح متى بدأت الساحة تاخذ يعني تطورها وبدت تطلع من جديد من بدايه والله تقريبا تقريبا من 2006 مع ظهور برنامج نعم. شعر المليون نعم فهذا البرنامج استقطب شعراء كبار وكانوا معروفين في هذاك الوقت نعم وهو اللي اعاد للساحه الشعريه هبتها، صحيح تقدر تقول نعم واهتمام الجمهور بالشعر نعم. من خلال ظهور هذا البرنامج برنامج شعر المليون برنامج شعر حرك المليون. الساحة نعم أوجد شعراء مميزين ومبدعين من كل أقطار الوطن العربي أتوقع هذا كلامك صحيح شاعر المليون الحين صار قبلة الشعراء صحيح وبوابة النجاح للشاعر تعتبر صحيح من شاعر المليون نعم عبد الله لو قلنا شو رأيك عن الصحافة الشعرية في ذاك الوقت. والله الصحافه الشعريه في هذاك الوقت كان اهتمامهم على الشعراء الشعراء البارزين يعني الشعراء الصاعدين المميزين الشعراء الصاعدين ما مو محصلين فرصه. فعلا. فكان اهتمامهم كله يعني انه يستضيف هذا الشاعر لانه اسم نعم وعلم غير انه يدعم شاعر توه صاعد. يعني لان نحن دائما من خلال هذه المنابر يعوض الواحد دائما محتاج ان يبرز الشاعر المميز وبالاخص يبرز الشاعر الصاعد اللي طموحه يبي يطلع الى الساحه هذا يعني انت كمنبر اعلامي سواء كانت صحافه او ما شابه ذلك او جميع يعني وسيله اعلاميه وشخص مسؤول عنها المفروض يعتني بهذا الجانب نعم صحيح لان الصحافه او الاعلام او ظهور البرامج هي اللي تدعم الشاعر نعم وهي اللي تظهر الشاعر امام الجمهور اكيد, أكيد فالبرامج هذه مطلوبه بصراحة طبعا دعم الشاعر سواء كان المميز او الشاعر الصاعد هذا واجب واكثر من واجب نعم انت ابو محمد ما تقصر الله يطول بعمرك بالعكس نحن دائما نسعى وراء هذا القصد الله يبارك فيك ونبذل كل الجهد للبحث عن الشعراء المبدعين سواء توم في بدايه في سلم الصعود او مميزين كلاهما واحد عندنا نحاول أوه. أن نكون دائما مساندين الله يطول عمرك هذا الشيء اللي عرفناه فيكم و... الله يطول بعمرك الله يسلمك بارجي يا رب. لك مشاركه جميله في شاعر المليون او مسابقه شاعر المليون حدثني عن هذه المشاركه وهذا وهذا يعني الخوض في هذا الجانب الجميل والله مشاركتي في شاعر المليون اعتبرها انا نقله نوعيه في مسيرتي ما شاء الله الان شاعر المليون برنامج في أي دورة شاركت عبد الله عوض؟ الدورة التاسع الدور ما شاء الله عليك شو كان شو إحساس عوض؟ والله شاعر المليون هو يعني إحساس جميل لما تكون واقف قدام لجنة شاعر المليون نعم يعني يعتبرون عالم من علام شعره عالم من أعلام الشعر النبطي صحيح تكون واقف قدامهم وتأدي قصيدتك ويشيدون فيها فهذا بحد ذاته انجاز. المشاركه نحن نقول في هذا البرنامج يعني بحد ذاته تعد مكسب للشاعر ليش عوض؟ برنامج شاعر المليون نفس ما تطرقت وقلت انه قبلة شعراء. فشاعر المليون اختصر لك سنين. من مسيرتك او من الكفاح انك تكافح عشان توصل للقمه. نعم. انت تدخل من بواب الشارع يعني المليون على طول تدخل على باب القمه وباب باب الشهره. الشهرة. فيختصر لك مراحل. صحيح. كثيره. صحيح في حياتك وصلك للجمهور باسرع طريقه ممكن صحيح وهذا ما يسعى الشاعر دائما نعم صحيح اختصار المئات خطوه في خطوه على نعم ما يقولون صحيح. و... او هذا السلم الطويل ليش ما اختصر في درج واحد على ما يقولون نعم صحيح هذا هذا نعم. ميزه شاعر المليون صحيح مشاركتك في قصيدتك لي انت القيتها وعديتها في شعر من حافظنا عوض؟ نعم حافظنا شو يقول شاعرنا خلنا خلنا نتبارك به با على ما أبشر يقولون ونسمعها أبشر نسمع هذه القصيده الطيبه طال عمرك اقلب ثياب المشاعر علّها تاتي سحابه تنتشي فيها قلوب المؤمنين من الاحبه الله تجلي الصيف وسحابه من مراتيع الرتابه سلام وتنهمر فيها اشابيب الغرام اللي تصبه الله لا لما برقه اشوف النهار في صدره شعبه الله الله ترتسم فيه الجداول والتعانق في مصبه شح في جوده وهو للخير عنوان الذرابه الله ليأتي بشربه من ينابيعه وجبه الله اكبر في بساتينه بكت الاقصان ينعقها غرابه والامل ضايع وريحه من مهبه في مهبه ما ما حصد في موسمه الا ثمر طلع الكابه الله الحنين مياه تروي قصنه الضامي ولبه دشت بطراف الفيافي في ما لقيت الا خرابه الله وقلب ذابل كل ليله يرتجي من جود ربه, ربه الصدر خاوي وريح الهجر تنحرني حرابه باقي الا ضلع واحد صامد بوجهه المغبه الله وعامر ببيته قديم وعلق بكتفه ربابه واندفن رفرافه اللي كان عامر من مشبه وتسمع تنحات شايب فاقد نقل ركابه سلام وفي سنين الخير كانت كل اموره مستتبه الله كان وافر بالتفاؤل والامل ضحكات نابه لين ما تغلى مهلي كل ما نادى يلبه دب يا دب سنين الجد بيكفي ما أبقى فيني صلابه الله. ما تقلبي من لهيب القيض قبل يموت نبه تبت يدين المفارق والتمادي في غيابه وكل عرق في وصاله يقطعه من دون سبه لو اشابي بالغلاء تمطر على الصدر برحابه ما عرف قلبي شعور الفقد وشعور المحبة الله جميل جميل الله يطول عمرك جميل الله يطول عمرك <تصفيق> <تصفيق> هاي قصيدة كم كم الوقت خذت منك وانت تكتبها؟ <applause> والله هذه القصيدة بحكم انها بتعرض على لجنة شاعر المليون نعم ولجنة قوية لجنة قوية دقيقة جدا نعم بمفردة واحدة يعني يعلقون عليها أكيد فالحمد لله هذه القصيدة أولا نالت استحسانهم أكيد فقعدت عليها والله فترة طويلة وقعدت سبوع بعير يعني تقريبا تقول شهر ما شاء الله عليك فقعد انقح في القصيده اعدل شاركوك عدل من شعرائك الجروب الخاص الجروب الخاص هذا لازم كانوا موجودين فيها موجودين حاطين اراءهم وفي مشوره دائما بينهم نعم صحيح جميل جميل يا عوض فالحمد لله طلعنا بهذه الصوره في وانت تعد القصيده يعني شو كان يساورك في نفسك وبعد ما طلعت وبعد ما خلصت شو خبرني اوصف لي المشهد كامل علي والله انت يوم تكون خلف الكواليس تنتظر يجيك الدور نعم فانا كنت تقريبا خامس شعار بدخل على اللجنه نعم كان قبلي اربع شعار نعم فالأربع شعار اللي قبلي اسمعهم احنا خلف الكواليس نسمع نعم. اللجنه تعلق على كلمه معينه او مفرده معينه <applause> او شيء معين نعم فانت في هذاك اللحظه تحس برهبه صحيح وتقعد تفكر تقول انا بعد القصيده هذه شو بيقولون عني اللجنه صحيح فمن اول ما تدخل على اللجنه وتسلم عليهم نعم. فهذه الرهبه سبحان الله كلها تزول صحيح تقعد انت على الكرسي قدام اللجنه وتعد قصيدتك قدام و... الجمهور وتحاول انك تتفاعل مع القصيده و... وتطلع من راسك الافكار هذه اللي صحيح شو بيقولون شو بيقولون صحيح إن... خليك أمرك... تخلي يعني تعد بجماليه العد نعم صحيح صحيح وتكون متمكن في إلقاها اكيد زين نعم وخصوصا لما تدخل على اللجنه وانت حافظ القصيده نعم فهنا تفرق معك فالحمد لله عديت القصيدة قدام نعم. اللجنة وكان أول تعليق من الأستاذ سلطان العميمي شيء طيب فأنا كنت أبغى أسمع شو يقول نعم فأسمع وقاعد يوصف جماليات القصيدة و... 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 على الإلقاء نعم. وعلى تسلسل القصيدة نعم فهنا الحمد لله يعني بديت أحس بفرحة داخلية فرحة, داخلي. فرحة, داخلي. فرحة داخلية نعم فعلا فعندما جاء الدور على أبو خالد الأستاذ نعم. حمد السعيد سيئ. نعم الله نعم. يعطيه العافية الله نعم. يعافيك رب نفس الشيء كان تعليق على القصيدة جداً جميل حلو وكان في تعليق يقول أنت مشكلتك في هالقصيدة القصيدة أن هالسحابة السحابة نعم مو براضي تمطر قلت ابو خالد <applause> <applause> هذا ابو خالد هذا العوق شوف مسوي زين واخيرا عند الدكتور غسان الدكتور غسان هذا اللي كان ده... المحك المحك هو مرهب الشعراء زين <applause> زين كان الدكتور غسان انا انا يهمني شو بيقول عن قصيتي. اكيد طبعا فبدا يثني على القصيده يعني يقول آ... نعم. آ... عجبتني ثقافه الشاعر نعم. في توظيف آ... يعني الطابع الديني على القصيده نعم في مطلع القصيده أقلب ثياب المشاعر فهذا دلاله على صلاه الاستسقاء صحيح فانت وظف في م... وظفت ال... هذا التوظيف صحيح التوظيف صحيح جميل واثنى على القصيده واجازني بامتياز ما شاء الله فأنا الحمد لله هني هني انت ارتحت كسبت, كسبت الثقه جميل, جميل. لله. كم كانت نتيجتك مع الجماعه والله <applause> انا وصلت الى مرحله ال شاعر ما شاء الله عليك <applause> فهذا بعد ذاته يعتبر انجاز من بين 3000 ألاف 4000 شاعر ما العدد الله من ال 3000 وصلت <applause> وصلت الى مرحله المئة 100 جميل هذا انجاز لك عوض نعم يعتبر انجاز فعلا انجاز جميل وتستحقون صراحه وهذه اكبر عم. مشاركه الواحد يعتز بها صراحه الله يطول زين عملك. لك ايضا انت شاركت في في مسابقات اخرى خبرني عنها والله ابو محمد صحيح انا شاركت في مسابقه مهرجان الظفره نعم 2017 وحصلت في المسابقه على المركز الخامس ما شاء الله عليك مسابقه قويه مسابقه كانت على مستوى شعراء الخليج ما شاء الله تقريبا من 200 شاعر نعم كانوا مشاركين صحيح تم تصفيتهم الى وصلنا احنا الخمسه ما شاء الله على عليك ما شاء الله عليك اسمعني قصيده من قصايدك الله يحفظك لو تكرم تامر يا ابو محمد والله يحفظك ما يامر عليك عدو الله. يقول ه... وقف نفض القصيد وبان له بين الحنايا سور سور وانا ما كنت احسب انه يوقف نفضي الراقي الله صدى صوت المشاعر بح وتلعثم به الحنجور وبقت قصه قديمة ساكنه في داخل اعماقي اعماقي يدندنها على لحن الفراق بدون حس شعور الله يعزفها على اوتار حزني وصد اشواقي تغني كيف راح وين راح وكيف عاش الدور وانا المبلي في غيباته على عهد الوفا باقي ثلاثة شهور من عمري وهي اصعب ثلاثة شهور قسم بالله ما مفارق دمع احداقي داقي. طوابير الحزن قامت على صدر الحزين تثور وقاومها بجرعة يأس منها خاف قضاقي فقدتك والفقد خلى الحنايا من فراقك بور وغصن الشوق هزيته ومنه طاحت اوراقي وراقي ونبيع الفرح جفت وعنقود الولح طابور وباقي الجرح يانع يعني منك وش غيره انا لاقي رحلت بدون ما تشرح لي اسبابك وانا معذور اذا تسألت متحير وش اللي يسبب فراقي فقدتك يا اعز الناس وكني فاقد اللي نور الله ومن غيرك يحب القلب يا سمي وترياقي يا سلام يموت الحب في صدرك يبقى ذابل ومهجور وتبقى ذكرياتك جرح لكن يحيي اخلاقي الله. محال اقول عنك غير يا ورد الحزن مشكور مثل ما هديتني فرقه انا مهديك خفاقي الله 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 ليش يغلب على طابع قصيدك الحزن عوضا عن قصيدك والله يا ابو محمد طابع الحزن خوي يعني صديق أه لك من زمان هو ما تقدر تقول يعني انه تجربه شخصيه صحيح بس طابع الحزن انت مجال اكثر أه يعطيك مجال اوسع نعم وخيال اوسع انك تقدر تغوص فيه وتبدع فيه وتكون مميز فيه، وانا عندي قناعه شخصيه يعني ان الشعر جميل ان يكون متنوع في قصائده، نعم لكن لكل شاعر لازم تكون بصمه خاصه فيه. اكيد فعلا, فعلا فهذه قناعتي اني وجدت نفسي في هذا في المجال في هذا المجال نعم فاستمريت عليه. المسابقات اللي كنا نتكلم عنها مسابقه شاعر المليون مسابقات الظفرة مسابقات الثانيه في الامارات كثيره طبعا والبرامج الجميله مدى حركتها للساحه شو اضافت شو غيرت في الساحه آه الشعريه والله ابو محمد هذه المسابقات يعني انها انتشلت الشعر انتشلت الشعر او اوصلته للجمهور نعم وبشكل اوسع صحيح يعني لها دور كبير في نشر الشعر و ايضا قدمتهم هذه المسابقات نعم لان نفس ما قلت لك من قبل كانت الصحافه نعم او المجلات الشعريه مهتمه في شعر في عفوا شعراء معينين فعلا فهذه البرامج غيرت المفهوم غيرت المفهوم لا الان انت كشاعر نعم. صاعد نعم وين بتتجه؟ ما بتتجه للصحافه تدور لك مكان يبرزك هذا البرنامج بيبرزك انت روح للبرنامج هذا البرنامج اللي هو يبرزك فعلا و... فكان لها دور كبير يعني ب... في ابراز كثير من الشعراء نعم الله الحين ما شاء الله تشوف الساحه مليئه بالشعراء صحيح عكس قبل كانوا شعراء معدودين نعم صحيح فعلا هي الحمد لله الساحه انا أشوف الساحه بخير. زين شو رايك انت اللي يفكر في في الدخول في برنامج مسابقه شعر المليون مثلا كيفيه الاستعداد للخوض في هذا البرنامج والدخول فيه والمشاركه فيه؟ والله اولا لازم لازم انت تكون متمكن هذه ميزه لابد منها. نعم. ثانيا تكون حريص ان على ابسط كلمه او مفرده انك تكون عارف شو موضعها في البيت نعم او في تركيا في البيت صحيح فكره القصيده بشكل نعم. عام نعم تسلسل الابيات وترابطها وطبعا ثقتك في نفسك قدام شعراء هذه قدام اللجنه نعم فهذا شيء لابد منه اكيد فعلا طول بعمرك الوطن نلقاه دائما متواجد في قصيد شاعرنا عوض العنقزي ليش يا عوض؟ والله الوطن اللي حق كبير علينا فاقل شيء نقدمه للوطن واللي قصايد قصايدنا ونعبر له عن حبنا وعن ولاءنا بالقصايد صحيح والوطن يستحق اكثر الوطن يستحق اكثر من قصيده قادتنا يستاهلوا اكثر نعم صحيح بس لانه ما قصروا بس هذا اللي احنا نقدر ان نص... نعبر فيه اكيد فعلا الله يطول عمرك لو قلنا متى عوض يكتب القصيد أو يكتب القصيدة القصيدة والله ما لها وقت معين نعم يعني القصيدة تكون ممكن تكون لها طقوس معينة نعم بس الوقت المعين ما فيها لها وقت محدد فأحياناً أنت شيء يعني تشوف موقف أثر فيك نعم أو أنت تجربتك الشخصية شيء أثر فيك فأنت هنا تكتب القصيدة نعم هذا نتكلم عن التجربة الواقعية نعم التجربة الخيالية اللي أنا أقدر أقول سميها تجربة الخيالية نعم هذه تقدر تقول آخر الليل تقدر تكتب قصيدة صحيح يكون الجو هادي صحيح آه أنت بالنسبة لك عوابك نظامك طقوسك في كتابة القصيدة والله أنا أحب أي وقت تكتب؟ أحب الهدوء 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 اكون في حالي قاعد في حالي في بر في آه. مكان امشي اكون قاعد لحالي ما حد وياك ما حد وياك الله فهنا ابدا اكتب القصيده تاخذ جوك ذهنك يكون صافي نعم. وجدانك جاهز للكتابه لان حلوه القصيده لما تكتب من القلب الى القلب وتكون نابعه انت مع الواقع ولا الخيالي عوض؟ والله انا اميل للقصيد الواقعي الواقع آه. جميل الخيالي يعني ممكن هو ممكن جميل يعني الزكريشة جميل, جميل تلبسه ثوب الخيالي نوعا ما اكيد هذا لابد منه لابد لابد منه احنا كشعراء آه آه لازم الشيء الواقع ان نحط نسوي له ديكورات تعديلات اشياء أكيد لازم أكيد نعطيها صوره اوسع نفحات نفحات إيه شعريه أكيد, اكيد على ما يقولون إيه هذه بصمات الشعراء الخاصة فيهم كذي ها؟ الله يطول بعمرك عمرك طويل عوض لك تجارب في الشلات؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم انا لي تعاون مع من جديد ما شاء الله عليك <مشار <الله> <مشارك> ف فمثال... هل تشل انت روحك ولا لا؟ لا انا ما ها آه؟ لا انا ما آه؟ أنا, انا خبروني راح قالوا يمكن الرجال يشل سهله <مشارك> <applause> لا, لا 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 انا اكتب قصيده بس نعم شلات بس في تعاون مع الشعراء نعم مع المنشدين المنشدين تعطيهم؟ نعم عندي كان لي تعاون مع منشد قائد المصعبي والمنشد محمد البريكي جميل في شلة سرق فكري وهذه اللي كسرت الدنيا الله 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 اشتهرت على مجال واسع اسمع هاي قصيده من قبل عقب نعلق عليها شوي نعم ايش يقول شاعرنا عوض العنقزي في هذه؟ عن مشاعر القلب بالخفاق جياشه جياشه مع كل دقه يزيد الشوق في صدري الله اكبر العام كان العتب متحكم في جاشه واليوم فيها الحنين اللي سرق فكري الله هاني النوم ارحم هاجر فراشه ارق عيوني سهر واقول لك بدري لا تروح عني تواسي ناس قشاشه وانا من العام سلمتك زمام امري الله في الله في كل دقه حنين وغمضة رماشة طيفك يراود خيالي وانت ما تدري يا وشوف كل البشر في هيئه الباشه الله وخاف من عيني انها ناويه قدري لا تظلمين الحلا كل الحلا حاشه زين واحد وهو له مالك حصري الله يا عين شوفي وجيه الناس بالشاشه شاشه الامر زوله اشيل الصوت وهذري يا سلام نادر وصوفه وساطع جوهره فلاشه الله والموت بعيونه النعاس والخدري القلب اجمل عمر في لحظته عاشه الله يجيبه قبل من الليل بيسري الله والقلب محتاج جرعه وصل للعاشه خذني على قد شوقي والولا يجري الله يا سلام هذه بتكتب عوض تقريبا والله هذا يعني تقريبا قبل الفتره قبل سنتين ما شاء الله عليه كلمني المنشد غازي المصافي نعم كان يبي يشارك في مهرجان الشيخ زايد التراثي نعم جميل فكذبنا هذه المشاركه المشاركه معه نعم وهو شو حسيت شو حسيت صداها عوض يعني شو الفرق بين انت لو عديت تعد وبين بعد ما اداها المنشد خالد قلت آه غازي المصعبي يا سلام غازي المصعبي آه جميل شو شو لاحظت؟ والله انتشرت انتشار واسع يعني في دول مو بس في الامارات في دول الخليج بشكل عام ما شاء الله ما شاء الله اكيد هذه الشيله اوصلت الكلمات للناس بشكل اوسع من غير صحيح. عني اني انا اعدها او اقولها نعم. في مكان نعم. فكانت سياره اسرع من من العد من العادي يعني للصوت العذب والمشاركه من خلال اخوه طبعا يجدون فن الشله على مستوى الامارات والخليج وانك تعطيهم قصيد هذا شيء جيد تعاون تشوفه ويوصل القصيده الى اكبر عدد ممكن. نعم هو يوصل القصيده نعم بس في نفس الوقت تقدر تقول انه يخدم المنشد اكثر عن الشاعر فعلا الكلمات توصل بس اه بس اغلب الناس يردد الكلمات ان هذه أه هذه من المنشد او المطرب نعم الفلاني هي نعم آه يظلم الشاعر فيها فعلا فيها حتى بيني وبينك هذا الموضوع نحن كنا يعني ناقشناه مع كثير من الشعراء تلقى الفنان ياخذ الزخم والدعايه والاعلام والشهره من زين لكن منو شاعر هاي القصيده؟ صحيح منو صاحبها؟ صحيح من صاحبها بالضبط؟ صحيح بالعكس صاحبها هو الاساس اوكي يا الفنان او المنشد فكمل كمل هذا الاطار على العين والراس، لكن نعم. لازم الحق الادبي لازم يكون واضح ومتميز لهذا الشخص. نعم صحيح صاحب صحيح لان الفنان هو قاعد يعني نفس ما تقول ياخذ مجهود الشاعر ومجهود نعم. الملحن صحيح. او مجهود صحيح. المخرج او المنتج نعم أو نعم فهو اللي يكون على قمه الهرم صحيح برغم صوته العدل صحيح لانه هو يجذب الناس صوته فعلا. العدل فعلا نعم فهذا الشيء اللي في الشيلات او في الاغاني يعني نعم يعني انه شويه الشعر يكون مظلوم استفرد الشوق بضلوعي بوقت المنام طريح فرشي وانا عيني على اخر رمق وتفجرت بالصدر قصة جروح قدام حاولت اهدي ولكن سارعت في النسب شريت ليلي على درب الليالي الكرام وتقلط اشواق قلبي مع طلوع الشفق اللي ورا الضلع سميته سفير السلام من كثر ما كان يعطي بالمقابل غرق يا اخي حرام الذي تسويه فيني حرام ما الشرع او مذكور في المتفق طبعي احب الهدوء وانا قليل الكلام وجبرتني على الكلام اللي بجرحه عبق خليتني نادم همومي وعيش انفصام طبقتها طبقت قول المثل وجبتها في الطبق ماضي معك كان مفعم بالهنا والوئام واليوم بس تعطفك رفقا بقلب عاشق رحت وتركت الهوى مدفون تحت الحطام ما همك اللي نجا او همك اللي احترق ما كنت اظن الغلا يجزى بقل الغرام ونحسب حبري تعانق بصدر الورق لتعامل القلب بالقسوة وقل احترام على الاقل في رحيلك كون يا اخي لفق سلام شاعرنا عوض العنقزي شارك في العديد له مشاركات كثيره في الامسيات الشعريه يا ليت لو تتفضل انك تحدثنا عن هذه الامسيات الجميله والله الامسيات الشعريه تجربه جميله لانك انت تكون في تواصل مباشر مع الجمهور نعم أه تكون أه تشوف ردة فعل أنت تعد قصيدتك تشوفهم نعم ردة فعلهم تفاعلهم معك صحيح أه تشوف استحسنوا القصيدة أو أه صحيح أه أو عندهم شوية عليها أه نعم صحيح فأنت أه تكون متواصل معهم مباشرة بدون أي أه بدون أي حواجز بدون, حواجز حواجز بدون حواجز نعم فهذه تجربة جميلة للشاعر تحس أنت تقريبا تجاوب الجمهور له دور على الشاعر هو وهو أمام المسرح ومشارك في الأمسية أنت عندما تشوف الجمهور متحمس معاك ومتفاعل نعم. نعم فأنت هنا تزيد ثقتك من نفسك وعتدت إعدادك أو إلغائك للقصيدة يختلف عن يوم تكون ردود الأفعال سلبية صحيح فهو الشاعر الجمهور هو اللي يعطيك ثقة أو يأخذها منك يا سلام. في نفس اللحظة يا سلام زين إلقاء الشاعر له دور في توصيل القصيدة ورفع مستواها وتوصيلها لأكبر عدد متابع ومستمع ومشاهد في رأيك؟ الغاء له دور كبير. الغاء هو اللي يغطي على عيوب القصائد. سبحان الله. فشاعر يكون متمكن في إلقاءه فقصيدته توصل للناس بشكل أسرع وأسهل. صحيح. اما انك تكون متكلف في ألغاءك او الغاء شويه تعبان عندك نعم. ف... ما توصل ما لقصيدة. حتى لو كانت القصيده جزله صحيح فانت تظلمها. تظلم القصيده تظلم القصيده فعلا م. مثل ما تفضلت نعم أه... طيب واللي بعمرك ال... لو بغينا نقول اليوم يعني نحن انتم شو تمنون أه... كشعراء من الساحه الشعريه سواء كانت اماراتيه او خليجيه والله الساحه الشعريه بصراحه انتم الحين مو مقصرين كاعلام الله يطول خصوصا في هذه الفتره ظهور برامج تستضيفون فيها الشعراء او برامج المسابقات الشعريه فهذا اللي كنا نحن كشعار نتمناه ونطمح له الله ان نكون متواجدين في برامج اعلاميه برامج تلفزيونيه اذاعيه تدعم الشعر تدعم الشاعر صحيح وتبرز الشعر في الساحة الشعرية صحيح فهذا أي شعر يتمنى هذا الأشياء أكيد أكيد الله يطول بعمرك عوض خلنا نعيش في قصيدة من قصائدك طال عمرك نسعد بشيء من إبداعاتك الجميلة إهداء لمشاهديننا الأكارم يقول ديرتي يا مجد في الأرض انكتب الله أكبر يا بلاد الخير يا معدن أصيل سلام سطر التاريخ اسمكم من ذهب تكتب هالجيال جيل عقب جيل جيل واحة الامجاد في ارض العرب عامره بالخير والعلم النبيل الله احتويتي اجمل انواع الادب اسم زايد في تواريخك نزيل الله قلبه الحاني لشعبه كان اب وثمر عروق الوفا فينا حصيل وفي دمانا الوطن بهجه وحب صحيح نبضنا يروي ترابه سلسبيل بيل ورايتك تخفق على صدري طرب الفؤاد سيوف والخفاق خيل شامخة يا دارنا فوق السحب والقيادة ما تعرف المستحيل همها الأكبر وفاهية شعب صح. ذمتي ذمة ترى مالك مثيل الله يا وطن حبك رسخ في كل قلب والوفاء والحب للرايح دليل الله. أفدي ترابك وأنا صدري رحب واجبي يا دار لك رد الجميل يا يا سلام يا سلام الله يسلم. على هالابداع الجميل الله يسلمك الامارات تستاهل وشعبها يستاهلون ومقيميها يستاهلون لو قلنا طال عمرك الديوان الشعري ارث للشاعر ويعتز به دائما ما ادري عوض العنقزي فكر فيه ما فكر سواء كان مطبوع او مقروء او مسموع او مصور وين بيودينا عوض والله الديوان شعري فكره الفكرة موجودة نعم بس بعدها ما ما النور. ما ابصرت النور كذي بس هو موجودة الفكرة نعم والديوان الشعري نفس ما تطرقت انه ارث الشاعر نعم يعني سواء في حياته او بعد ما ماته نعم فهو يكون هذا مجهود خلاص الشاعر كله في هذا الديوان صحيح ف بعد كم سنة بعد وفاه الشاعر نقول وفاه الشاعر سواء كان حي او متوفي سواء كان أو نعم. متوف نعم. فيكون هذا, الـ هذا المرجع الخاص الخاص صحيح فعلا نفس ما وصلتنا الدواوين الشعريه للشعراء القدامى نعم. من العصر الجاهلي والعصر الاسلامي والعصر الاموي نعم. بعد هذه نفس الشيء مطلب مطلب لابد منه اكيد لابد منه اكيد <applause> عوضا عن قصيد خلني اعيش وياك قصيده من القلب الى القلب ومن الروح الى ابشر يا محمود نحاول اليوم نكون متنوعين هذا التنوع مطلوب؟ التنوع مطلوب المشاهدين يبون التنوع ف... شيء يقول شاعرنا؟ قصيده عن الحكمه والنصح جميل يقول النفس للرجال رفعه ومنزال يا سلام ومن لا كبح نفسه بلتها المصايب الله اكبر النفس خيل وانت للنفس خيال احدر انها تتركه يوم سايب سايب بيسومها أب... ابليس في شر الاعمال وتلقى لبلا منها عظيم الخرايب لو كنت في درب الجمالات حمال هانت حمال عليك الكايدة والنوايب الله أكبر درب المراجل يتعب الرجال رجال، وكم من رجل عود عن الدرب خايب المرجلة صعبة ومقياس الأبطال سلام والكفو يعرف قصدها والطلايب والمرجلة صعبة تبقى ناس عقال فيها الكرامة عرضا كل العايب احذر تخاوي بدربك رجال النذال ترى النذل تبقى علومه زلايب تمد له من صافي البن فنجال ويجزيك بالمعروف سب يجي يجحد جميلك لو عطيته من المال النذل يبقى نذل لو كان تايب الله واخوك وابن العم ولا ولد خال هم فزعتك يوم اللقاء والنشايب شايب وهم عزوتك يا اخوي لو الزمن مال, مال. ودرعك ليا شبت عليك الحرايب حرايب خلك جميل النفس يا طيب الفال فال. لا تمشي ب... لا تمشي بعكسه اتجاه الهبايب في طاعه الله لا تهاون وتحتال الله تندم نهارا فيه هول ولهايب هايب. وخذ لك من الدنيا تجارب وامثال صحيح تلقى العلوم الغان مح عند شايب, شايب ولا لا تبأها بالعمايل والافعال الله افعل وخلي الغير بيقول صايب صايب الحر لا من صار بالطيب مدهال رد الخبر طيب وله فعل طايب طيب لا الله يا سلام صحيح. على البيت حر حر, حر يا اخي إيه نعم. جميل 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 هذا الـ الـ البيت النادر صراحه انا اعتبره الله يطول بعمرك بارت فيك كلمه اخيره تحب تهديها مشاهدينا الاكارم محبي الشعر والشعراء والشعر ومتذوقي الشعر والله اولا اشكركم في البدايه على الاستضافه هذه الجميله وسعدت شيخ. اني اكون متواجد معكم وان شاء الله اني كنت ضيف خفيف الظل ضيف جميل الله يطول عمرك صراحه وما قصرت يا ابو محمد اتحت لنا الفرصه بالتواجد معكم تستحقون الله يطول عمرك يبقيك وعمرك طويل يا رب العالمين مشاهدينا الاعزاء نحن لا يسعنا الا ان نشكركم في ختام هذه الحلقه اللي كان ضيف شاعرنا عوض العنقزي ضيف جميل مبدع متميز العطاء والابداع تقبلوا تحيات طاقم برنامج سمار وكل العاملين عليه وتحيه مخرج البرنامج ماجد شومان. نامل من المولى عز وجل ان تجمعنا بكم حلقات من حلقات هذا البرنامج في الاسابيع القادمه والى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يضيع كل الكلام اللي يا بديت الكلام وكل حرف من شفاتك يذوب ويميع يا فاتنة والغرام يقلدك في الغرام ويستأذنك في الشتاء يعود فصل الربيع يمرك الغيم ما يشبه مرور الكرام يعيش من هالشجر ولا يذوب الصقيع لوحة جميلة تشكل من ثلوج وخزام اللي رسمها بديع واللي حفظها بديع روضة مشاعر يغذيها هديل الحمام ويدندن اغصانها صرير ريح فظيع معابها الريح لا بالعكس زاد اهتمام مسامع المنتبه لعذب اغاني وديع ويتمايل الغصن ويصفق ورقه انسجام وكل الفراشات تهتف لك بصوت رفيع لا تلكن الحرف وتغنيه تكفى حرام احساسك وبحتك موت جماعي شنيع تشكيل تكنور وتبدد خيوط الظلام ألوانها الساطعة خط الجمال السريع رسمتي بصدر محبوبك معاني الوئام معاث في خافقه صوت الفراق المريع مجرة بالقلب نزوات الحزن والملام ولا توجد مثل شالح بموت الفديع الحب معنا كبر وعاش فينا بسلام من قسوة الوقت سورة للأحبة منيع أنا رضيع الهوى وإنتي رضيعة هيام حرام غير الهوى يلعب بصدر الرضيع دغدغ دغ شعور الطفل حتى عيونه تنام من تمتمة الحكي وسالفة للجميع مادام ذوق الكلام يعاملك باحترام يضيع باقي الكلام وحكينا ما يضيع عبر تطبيق مرايا حمله الان من جميع المتاجر الالكترونيه